برشا وجع، برشا انك لازمك تعمل على روحك. عملت برشا عمليات ومازلت نعمل. وقت اللي لازم يقف معايا ما لقيتوش. وقت اللي هو هذا الكل لا شرط في ذهب، لا تشرت في حتى شيء. حاجة اللي وجعتني أنا وكسرتني لهنا وجرحتني نجم يحس بها حتى حد. عملي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة نطلش علي. وقت اللي هو نجم يجي طل، ماهيش حكاية كبيرة. قد في صالحة زيز ما جانيش حتى نهار. أنا مع شخص اللي باش نعيش معاه. تعرفت على شكون ديجا؟ أنا عندي وليد، أنا ديفورسي، أما في ال ديجا ديجا عندي وليد. عرست وطلقت مكتوب والله ديس. اما لي زوجي المستقبلي ناكد لك معناها راني مش طلقت. وقت اللي مرض ما وقفش معايا. ليش مرضت؟ جريجمي جريجمك هاو يا رسول الله. جريجم جريجمها ما وقفتش معاها سانسيرمون. ما وقفش معايا. وانت جرد نفخان معناتها مش نفخان. انا عملت برشا عمليات ومازلت نعمل. وقت اللي لازم يقف معايا ما لقيتوش. وقت اللي هو هذا الكل لا شرط في ذهب، لا تشرت في حتى شيء. هو يعرف ما وقت اللي انا لازم نلقاه ما لقيتوش. علاش هذا الكل رغم ان انتوما؟ انا ناكد لك انتوما ما عارفين عن حب. حب نتاع مراهق بالاحرى. انا تسرعت ما خدت تسرعت هكا. شنو هي كنت متحمسه هكا وانت فرفوشه تبارك الله عليك. وهو عكسي. هو كل ستريكت سيريو. كل حاجه لازم في بلاصتها وفي وقتها ونظام. كل حاجه في بلاصتها ما عدا معناتها الوقفه. ظهر لي كان وقف في بلاصته ما توقف معاك وكان في بلاصته وعزز بلاصته في وقتها كان ربي راه خير. يقولوا لي معناتها وبالوقت وبالكل. ليه مش كستيو وقت؟ خاطر الحاجه اللي وجعتني انا وكسرتني لهنا وجرحتني نجم يحس بها حتى حد. بربي وانت في السبيطار ما طلش عليك مرتي برا زاير خفف ودل. عملت عملي الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ما طلش علي. وقت اللي هو نجم يجي طل، ماهيش حكايه كبيره. قد في صالحها زيز ما جانيش حتى نهار. ايش مات هذايا ومش راجلك هذايا غريب عليك. عبارة نسيرة. جبت منه صغيرة. عندي وليد وعندي بنيه متوفى. ربي يخليهولي. يعيشك. الله يرحم. هكا هاو. شتي دخليت كاسة العيد ولدي. يا عيني. مادامي أمه موجودة. الدلل ولا أكيد. نجم تشري حوايج العيد. خذيت له. قادرة. على خاط. الحمد لله. المهم الدلل ولدي. المهم أن بالإمكانيات الموجودة. يطلطوا على ولده ولا؟ ثلاث سنين ما شافوش وما نعرفش عليه حتى شيء. بنتي شنو؟ لا يبعث له لا يطل عليه لا حتى شيء. ثلاث سنين تو. لكن يسمع فيك تو شنو تحب تقول له؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة واحدة. خاطر كي نمشي أنا نتمرمد في الأسواق باش ناخذ أرخص حاجة، كي نمشي أنا باش نشتري له ألف حاجة وحاجة، كي باش نقريه، كي باش باش باش. قداش عمره ولد؟ ست سنين. هو راقد ياكل يشرب جو سوي سيور خاطر وصلتني عليه كل شيء ويوصل هكا قداش مرة يحكي معاي. ياكل يشرب ما شاء الله صحته تهد اجبال. قداش عمرك؟ 24. صغيرة اش مازلت مريت منها الدنيا والله. والحمد لله. قداش عمرك عرست؟ 17. عليه عليه تدفن في شبابك. تسرع. انا ما كنت نوعيت اللي ناخذ قراري سي بون متمسكه به. يعني ما يبدله لي حتى حد. ابوك وامك قالوا لك لا؟ قالوا لي لا مي انا مشيت معاه. من ابوي انت خذيته؟ وهو كيفاش كان ملول؟ باهي معايا مانيش باش نكذب باهي. مي بهي وذيك ما عندها حتى دور. وقت اللي انا لازمني نلقاك ما لقيتكش. ما هو بالكلام يعني؟ ما عندها ما تزيدني ما عندها ما تنفعني. صرف ودلل وكل ولا جوست قاعد يبهبر بالكلام؟ لا اسم اللول سافا. من بعد وقت اللي مرضت تحيه لدارهم زادة اللي هو قالوا لهم ليه ما عادش تساعدنا ومرضت والناس الكل سمعت بها والناس الكل. وبرا لو كان مرض؟ انا عشت في بلاصه يسمعوا برشا كلام العباد يمشوا بيه. كهو شي مرض ولا عيب؟ ولا عيب بالحق ولا عيب. وهذا لا تشرط لا ذهب ولا حد شيء؟ لا حد شيء. ورذينا بخاتم وفرد جابتهم لي امه زاد. ورديت باللبسه عاديه معناها مانيش طلبت الحجامه وحمام ودرا شنو. ومن بعد حتى في بعد العرس ما طلبتش هذا الشيء هذا الكل. جوست اني نعيش مستوره. ونحن ناس قبل شنو يقول لك خاصه نحن جماعه الشمال يقول لك الدوام ينقب الرخاء. والبنيه لازم تستر على روحها وتهني على روحها وي 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 ميون فا. وانت فريفت هكا فيسع فيسع. انا ملح انا مغشاشه كنت غششت برا عاد سكتني شيء. شو ربحت منها تجربتك هذه؟ برشا وجيعه. برشا انك لازمك تعمل على روحك. لازمك ما يطيحك حتى شيء مهما يكون.
الحاجه بالعكس تطيحك، ما طيحكش انت، اما تعاود تقف بعدها. علمتني برشا قوه بالطبيعه، قاعده نقرا فيها في وجهك ديجا وفي عيني. برشا قوه، صحيح برشا وجيعه لداخل، مي وجيعتي ما بينهاش للي يجي. معايير الراجل المستقبلي يكون ولد ناس دافي، يحبني لشخصي، وانا معاها بطبيعتي. انا بما كان انسانه ما نشرتش، ناكلوش حتى هكا قهوه مع بعضنا في قهوه زوز، قهوه واحده الحمد لله، اما يكون يحبني انا لشخصي، خاطر توك ما عادش حشل ما يستاهلش قليل. توك شنو عرفت على شكون بعد راجلك ولا لا؟ قداش اصحاب عادي؟ قداش عندك معناها ملي طلقت؟ 4 سنين بريس، 3 سنين وشوي. ما انت ما تعرفت على حد في ال4 سنين؟ تعرفت، اما اصحاب، انا كل انسان عندي برشا اصحاب، اما معناها كصاحب صاحب لا. ومانيش كاختيار ولا ما وتتش؟ اختيار، انا حتى 7 سنين تو بوز، نوصل لل 30، خليني نكبر شوي، نعيش حياتي شوي، ناخذ وقتي يزي، خاطر عملت تجربه في الصغر، حاول اني نركز اموري. عندي برشا احلام. ولدك وتكبر ولدك. وعندي برشا فازات، نحب نعمل برمين، نحب نقرا لغات، نحب نحسن من روحي. يا عيني عليك، محلاك. انا فرحت تو، انا تو. نحسن من روحي، ما نحبش شكل راجل، دار، صغار، ارجع نفس السيناريو. انت اسمعني، وانت جو كامبين، كيفاش معناتها كيفاش قيدتك المسؤوليه؟ كيفاش رضيت بالمسؤوليه ساعه؟ لازم حاجات مع الصغار، خاصة كي يجيك صغير. بحق بحلاها احساس الامومه، كي تجيك صغير تنسى كل شيء. مي توا حتى معايا ولدي نخرج كامب، انا خليه في الدار ماشي. خليه في الدار هو وشكون؟ مع ما هو ديجا عايشه مع ما وبا، خليه في الدار ماتريالي. وانت عباره ما جبتش ولايد؟ ما نبانش. يبان علي اللي انا اللي انا ماما ما نبانش. خير. كانت لفت للذهب 180، كانت لفت للدرجيه وكل فازات. من غير السالة وكل عرايس هذيك الخطبة برك بقدش تتكلم حتى متاع صح بتستح عرس الصح ما عادش خلتينا عليه. مش خلت عمي نص وتصدير ودن الخطبة المزمرة مع بناتنا احنا تو ما شاء الله ما يحبوش الحاجة لا لا شرطوا يحبوا الخطبة المزمرة ولد 6 ملايين راهي تو بالحق في حاجاتك برشا كل كوبلويت تلقاها معناتها عرس طول ما عادش يعمل خطبة وفاتحة وكل انا كامبيرة مغرومة بالكامبين يا عيني اني نحب مرميدة مرميدة نحب حاجة سامبلة كيف الطبيعة روبا فازيت. احكي لي الساعة كيفاش تحلم نهار عرسك؟ انا تلموا صحابي مقربين وخاطر انا عندي هكا برشا اصحاب. يا عيني برشا هكاين نتلموا ونحب نمشي لبني متير خاطر اول بلاصة مشيت لها وتعجبني على الاخر. هكا في السنتر نتاعنا نعمل فازيت سامبل كيما شنو؟ صحابي يتلموا هكا تزينة حاجة سامبل روبا تبدا تتمشى كيكا راجلك مع كامب جوك فسفس. لا وفما عشاء ولا؟ اكيد. شنو عشاء باش تعمل؟ وعلى النار. على النار؟ مالوش معنى. انت هز عباتش تمرمدهم. هز كامبوري تخي انا جايبه ضيوف من لاك ولا من نصر. ماكش وجيرانك اش قال لك اش قال عليك؟ قال شنو طيبه؟ انا مادامي كامبوري مادامي مشيش براي العباد. ما يهمنيش ماني انا فرحانه كانك على العباد كلو. ما كلاوش تغطوا ما تغطوش حاكين حكي والله عادري نعمل حاجه انا فرحانه به. اسمعني انت سبخي هكا ولا سبري بطحه؟ كيفاش سبري بطحه؟ في كل شيء، في لبستي، في ماكلتي، في تصرفاتي، في خزره العباد نضحك وعامله جو زعما كي ندبر مانا وتصير ريحه يجوا زعما العباد يقولوا والله مسكينه تسخف. والله ما نعرف. وكان لبست زعما يجوا يسالوا مسكينه تسخف فماش العباد يخزروا لك كان المظهر واو، اما في ازماتك في كل شيء ما تلقى حد. اليوم ذهب مظهر كماليات والا لا؟ والا برشا يقول لك انا هذاك مهري، انا قيمتي هذاك. لا قيمتها هي خزرته بالذهبها فما اغلى، فما الالماس فما برشا ما اغلى. والله معناها هي حتى تروحها في الذهب، معناها هي قيمتها ذهب بركه ماهيش حاجات اخرى. بنيت الذهب غالي. انا ما انت اول ما شفت الشركه شنو قلت؟ ذهب. العين تجبد. معناها نجم المنظر. حاجه يعطيك الصحه منظر. مي انت الفوم تاعك مع الانسان هذاك مع الشخص هذاك سامحني كان انت باش تعيشوا مثلا في حدود معينه مع بعضكم باش تاخذوا قرض واعمل 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 وبعد شكون باش يعان؟ والله شكون ما هي؟ وكان هي خذت هكا بمسؤوليات وشويه شويه شوي كيف كيف يعيشوا في اليوم الام تتشرط ولا البنت تتشرط ولا الراجل ما عادش يحب يدلل مرته ولا ما عادش قادر؟
ما عادش قادر سانسيرمون، ما عادش قادر بالحق، على خاطر الناس كل نشوفوا في الظروف المعايش، من تتلفت تلقي الدنيا اللطف بالحق نار، حتى كلمة نار ولت شوية. يعني كان جماعة الكامبينغ هما اللي شيخين فيها تقريبا، احنا مش تحياتي ليكم تقريبا، كان احنا مش تحية لجماعة الكامبينغ. الناس الكل الناس الكل الناس الكل بالحق، انا واحدة من الناس ذهب نخزر فيه ك حاجة زايدة، حاجة مش لا ماهيش زايدة، هو شفت حاجة في تقاليدنا وأعراسنا ماهيش حاجة زايدة، مي مش لازمك نخزر زاد الذهب كام تاع 12 مليون وتيتار، فما حاجات هكا تنجم يتفاهموا فيه. راجلك نهار اخر يقول لك ما نجيبلكش خاتم. لا الخاتم لا لا عاد شنو حتى الخاتم جيبا كيف توافع عاد مش درجة الخاتم، على الاقل كي لدويت في بحذين بعمل صبعي والله ما شوفوا ها راني مع خات شيبي ولا شوشي والله باش الدليل باش نعرف انا اللي هو خات شيبي زاد حتى الخاتم مش نحوه مش لهالدرجة تواضع انا مش خلينا على الدنيا سلام خلينا خلينا شيء كان وجهنا نقول لك مش لازم نعملوا معناتها عرس بروبه ودا شنو نمشيو للبلدين نكتبوا صديقنا ونروحوا هاي انا اي اما مش ما فماش روبه هكا روبه سامبل لما هكا الاحباب والاصحاب